الخير واهلا وسهلا بكل جمهور السادسه. مبروك مقدما درع الدوري تقريبا في الجزيره. اللي يفضل لنا ثلاث نقط نقدر ان شاء الله باذن الله نحسمهم بكل سهوله وبكل اريحيه، واللي يبقى شغل الشاغل لينا مش بس تحقيق بطوله الدوري، لكن الحقيقه قدامنا وقدام الجيل ده وقدام الاداره الفنيه بقياده فايلر عدد كبير جدا من الارقام القياسيه اللي من الممكن الحقيقه السيزون ده انه الاهلي يحققها ويكسر بيها ارقامه القياسيه السابقة. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من السادسة، ومساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، مساء الخير على حضراتكم. والحقيقة طبعا مبروك مقدما للفوز بالدوري المصري، عقبال أفريقيا إن شاء الله. وقبل ما ندخل في عناويننا وفي أخبارنا وأخبار الدوري المصري، حابة بس أرجع لقطة كده في الدوري الإنجليزي. الحقيقة أنه من امبارح الصحف الإنجليزية بتحتفل بهاتريك محمد صلاح في مرمى ليدز في المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي، والحقيقة أنه كله بيشيد بأداء صلاح وقد ايه كان قدم واحده من افضل عروضه الحقيقه امبارح في مباراه ليدز. وده مش كلامي انا يعني، ده كلام كمان يورجن كلوب اللي شايف قد ايه صلاح اداؤه امبارح كان استثنائي، وانه يستحق الهاتريك ويستحق ان هو فعلا كان ضاغط جدا على ليدز وكان بيقدم اداء رائع جدا في المباراه. لكن كمان احنا في مصر هنا مش بس بنحتفل دايما بصلاح ومبسوطين بيه بان هو بيشرفنا في العالم كله، احنا كمان زي ما بنحتفل بالتالق بان هو موسم عن موسم بيثبت نفسه وموسم عن موسم بيخرس ألسنة كل واحد فكر في يوم يقول ان هو رجل الموسم الواحد، لكن كمان كنا بنحتفل بصلاح الانسان. حقيقه احتفال محمد صلاح بعد الهدف على طريقه مؤمن زكريا لاعب الاهلي المصري لفته طيبه جدا منه، الحقيقه لفته فرحتنا كلنا انه قد ايه مؤمن محتاج حاجه زي دي. ممكن تبان بسيطه لحضراتكم بس الحقيقه ابسط حاجه فعلا ممكن نقدمها للاعب مؤمن زكريا هو الدعم المعنوي ده، وانه الناس دلوقتي كلها يعني مؤمن زكريا كسب تعاطف العالم كله يا احمد. الناس صحيح. دلوقتي كلها كانت بتسال امبارح وانا بتفرج على الماتش التحليلي على احد القنوات العالميه على الاستوديو التحليلي، انه الناس كلها بتسال هو ليه محمد صلاح عمل كده، لاعب عالمي في اي حركه بيعملها في اي مباراه اكيد الناس بتسال عنها. فكل الناس عرفت لا انه محمد صلاح بيعمل ده عشان هو بيدعم لاعب مصري بيمر بظروف صعبه. الحقيقه لفته طيبه جدا يا احمد وتحترم من محمد صلاح ومتوقع. الاحساس نعمه، ومحمد صلاح الحقيقه قمه وغايه في الاحساس، وما بيتهياليش ان هو كان بيبعت رساله لاي حد غير مؤمن زكريا نفسه، وبيتهيالي انه رساله وصلت. وبالمناسبه معانا كلام كتير جدا عن صلاح، خصوصا انه ماتش امبارح كان في كواليس صعبه شويه ما قبل المباراه، واللي تابع مباراه ليفربول وليدز يلاقي حتى انه رياكشنات صلاح حتى رغم احرازه هاتريك في المباراه، ودي بدايه قويه جدا في بدايه سيزون، ترفع من روح المعنويه وان شاء الله باذن الله كامل على نفس المستوى. لكن الحقيقه يلاحظ انه ما كانش في حاله الفرحه الكبيره جدا، وده هنتكلم فيه بالتفصيل مش بس عن صلاح، عن كل نجومنا المحترفين في اوروبا في واحده من فقراتنا النهارده. خلونا نبتدي مع حضراتكم حلقتنا مجموعه من الاخبار واهم العناوين. الاهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهه الاتحاد غدا. فايلر بيدرس اعاده الشيخ للتشكيل الاساسي امام الاتحاد. تقارير مغربية بتقول جسامة حكما لمباراة الأهلي والوداد. اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة الأسابيع الأخيرة في توقيت واحد. مصدر بالجبلية بيقول إجراء الانتخابات لمدة 4 سنوات بيعرضها للبطلان. امبابي يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في السادسه. طبعا حضراتكم عارفين من ساعه ما انتهت مباراه الاسماعيلي اللي الاهلي فاز فيها بنتيجه 3-0 وقدم الحقيقه عرض في الشوط الثاني اكثر من مطمئن واكثر مش هقول رائع الحقيقه، لسه الاهلي على الروعه شويه، بس الحقيقه بنطمن ماتش عن الثاني على الفرقه وبنطمن على مستوى الاداء، والنقط دي الحقيقه امر محسوم. يعني كلمت حضراتكم انه احنا بعيد جدا، وعشان كده كنت ببارك لحضراتكم انا وساره مبروك مقدما ان شاء الله باذن الله درع الدوري في الجزيره. الاهم من كده انه من ساعه ما قفلنا صفحه الاسماعيلي فتحنا صفحه الاتحاد، والفريق مستمر في معسكر مغلق بيستعد طبعا لماتش بكره اللي ان شاء الله باذن الله نفوز فيه ونحسم الدوري. احنا مش مستنيين حاجه من حد، احنا بنحسم كل حاجه بايدينا. لكن زي ما قلت لحضراتكم الاهلي قدامه مشوار مهم جدا، ودايما واحد من اهم الحاجات اللي بتحفز اللعيبه او بتدي شحنه كده ايجابيه للاعبين هي القدره لكل جيل، بين كل جيل والتاني دايما في منافسه في الاهلي.
البطولات بتيجي طول الوقت، لكن ازاي تحط اسمك او تخلد اسمك في سجل التاريخ بالنسبه للاهلي انك انت تحقق رقم قياسي. والتيم بتاعنا السنه دي، السكواد بتاع الاهلي السنه دي، عنده اكتر من فرصه لكسر الارقام القياسيه. اكبر عدد من النقط فاز بيها الاهلي في مشواره في حسم بطوله الدوري كان 88 نقطه. السنه دي عندنا ان شاء الله باذن الله ربنا كرمنا ووفقنا واللعيبه مركزه كده لغايه اخر لحظه في الدوري، بعد ما نخلص بقى من فكره الدرع وحسم البطوله ممكن نوصل 95 نقطه. عندنا كلين شيتس اعتقد 23 مباراه رقم قياسي. الشناوي عنده فرصه كبيره جدا يدخل التاريخ من اوسع ابوابه لو كسر الرقم ده. وبالمناسبه الشناوي السيزون ده 19 كلين شيت. اكبر عدد من الاهداف سجله النادي الاهلي كان 75 هدف في موسم واحد، احنا السنه دي او السيزون ده بنتكلم في 63، فاعتقد برضو عندنا فرصه كبيره جدا نكسر الرقم ده، بالاضافه كمان لشويه ارقام قياسيه فكه كده ممكن نعملها السيزون ده. صار يمكن زي ما بتقولي احمد، يعني بعد ما رجعنا من فتره التوقف الحقيقه كل اكيد كل الفرق في كل العالم في تصاعد مستمر، لانه بعد فتره التوقف فتره كبيره اللعيبه مش بتلعب، بس دلوقتي كله كل ماتش بنشوف اداء احسن من الماتش اللي قبله. يمكن ماتش الاسماعيلي فعلا في الشوط الثاني كان الاداء مطمئن، لكن هو ده الطبيعي احمد انه يبقى فيه تصاعد في الاداء ده في كل انديه العالم. يمكن النادي الوحيد هو كان بايرن ميونخ، هو الوحيد اللي من بعد التوقف فعلا كان ماشي كويس قوي. بس احنا بنتمنى طبعا انه باذن الله اللعيبه ترجع بكره باذن الله من اسكندريه بالدوري، ونبارك بقى لحضراتكم رسميا ان شاء الله. عايزين نقول لحضراتكم كمان الاهلي خلاص بياخد تمرينه الاخير النهارده استعدادا لمواجهه طبعا الاتحاد بكره على ملعب برج العرب في منافسات الجوله 27 من بطوله الدوري الممتاز. طبعا الفريق هيخوض التدريبات على ملعب الفرعي لاستاد برج العرب بعد ما قرر فايلر ان هو يفضل في اسكندريه وما يرجعش القاهره بعد مباراه الاسماعيلي. يمكن كمان يا احمد فايلر بيدرس ان هو يعيد احمد الشيخ للتشكيل الاساسي بعد ما سجل الهدف الثالث في مباراه الاسماعيلي. انت مش هيبقى ده السبب الوحيد، يعني انا شايف انه الشيخ من اللعيبه اللي ماشيه كويس قوي الفتره اللي فاتت ويستحق التواجد بشكل فورمه قوي الفتره دي. عايز هو بيبان على اللعيبه على فكره، يعني حضراتكم من مستوى اللعيبه في اكثر من مباراه تقدر تحكم وتقيم انه الراجل ده عايز يكون موجود ولا لا، عايز يقدم حاجه للاهلي وجمهوره ولا لا. والشيخ من اللعيبه دي اللي بقى له فتره كده تحس، وانا قلت الحقيقه من الاول خالص، يعني من اول ما اتكلمنا بعد عوده الدوري، انه الشيخ من اللعيبه اللي عندها كوره كويسه قوي. والولد ده الحقيقه لو اشتغل على نفسه وما وقفش على تطوير مستواه عند حد معين، انا اعتقد انه الشيخ الحقيقه يصلح انه يكون واحد من اكبر نجوم الكره المصريه، مش بس في نادي الاهلي، بتكلم على مستوى مصر كلها. فالراجل الحقيقه هيديله، لانه الراجل شايف انه مقدم من بعد العوده كذا ماتش قدم شيخ فيه مستوى كويس جدا، حتى في الماتشات اللي غاب فيها للاصابه البسيطه اللي حصلته لما رجع تاني ما حسيناش انه الراجل راح بعيد. جيرالدو طبعا علامه استفهام، يعني الراجل اداله كتير جدا، وانا متفهم طبعا انه انت عندك لعيب محترف عايز تستفيد بيه، مش عايز تكسره، مش عايز لكن اعتقد انه الشيخ يستاهل يبقى موجود على حساب جيرالدو في الفتره اللي جايه، ونتمنى انه جيرالدو يراجع نفسه، لانه برده مقاوماته الى حد كبير من ناحيه السرعه والمهاره موجوده، لكن في حاجه غلط في الكيمياء بتاعته، يعني في حاجه في التركيبه نفسها مش مفهومه بالنسبه لنا. بالمناسبه الحقيقه الكلام طبعا في كل الاوقات والاهتمام من جمهور النادي الاهلي في كل الاوقات على بطوله افريقيا. النهارده ويمكن ده واحد من اخبارنا بيقول انه في تقارير مغربيه كانت بتتكلم او كشفت انه تم تعيين الحكم الجامبي بكاري جاسما عشان يدير مباراة الأهلي في نصف النهائي أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. طبعا حضراتكم عارفين أنه مفترض أن الأهلي هيقابل الوداد والزمالك هيلعب مع الرجاء. مباراة الذهاب هتكون في المغرب ومباراة العودة هتكون في مصر. لكن الحقيقة أنا طبعا يعني أعتقد بشكل كبير جدا أن هذه التقارير غير صحيحة على الإطلاق. والسبب في ده أنه بكاري جاسما نفسه كان حكم لآخر مباراة للأهلي في دوري ابطال افريقيا، تحديدا مباراه سان داونز، ولائحه الاتحاد الافريقي بتمنع انه نفس الحكم يدير مباراتين متتاليتين لنفس الفريق. فاعتقد انه هذه التقارير غير صحيحه، وان صحت فاعتقد انه الاتحاد الافريقي امام مشكله اداريه كبيره جدا.
نروح للجنة الخماسية باتحاد الكرة اللي قررت إقامة مباريات الثلاث أسابيع الأخيرة في توقيت واحد، وده طبعا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وتحديدا اللي بتنافس على الهبوط والأندية اللي بتنافس برضو على المربع الذهبي بعد ما خلاص اقترب النادي الأهلي من حسم لقب الدوري. اللجنة الحقيقة أرسلت جدول مباريات الدوري للجهات الأمنية علشان يوافقوا عليها قبل ما يتم الإعلان عنها، خاصة بعد قرار الاتحاد الإفريقي بتأجيل مباريات طبعا نص نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. حضراتكم عارفين ان اتحاد الكره كان اعلن مواعيده وملاعب مباريات الدوري العام لحد الاسبوع ال 27 بالدوري، وده طبعا انتظارا لقرارات الكاف على ان يتم اعلان مواعيد المباريات اللي جايه من عمر الدوري خلال ال 48 ساعه اللي جايه. اعتقد ده من باب طبعا اعلان تكافؤ الفرص، ومن باب نفس الوقت انه يكون في مزيد من الشفافيه. واعتقد انه تأجيل قبل نهائي أفريقيا مش بس يعني أفاد الأندية اللي بتشارك، سواء الوداد اللي بيعاني من مشاكل كبيرة جدا بسبب إصابة عدد كبير جدا من لاعبته بفيروس كورونا، لكن كمان بيتهيألي إنه خرجنا من مأزق الديدلاين أو اللي كان 20 المهلة أكتوبر. الأخيرة بالظبط كده اللي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأفريقي لكل الاتحادات الأهلية، اتحادات الكوره يعني في القاره الافريقيه، عشان يقدموا الفرق اللي هتشارك في مسابقات الاتحاد الافريقي السيزون اللي جاي. كانت ازمه كبيره قوي يا احمد، وكانت هتدخل الاتحاد في مشاكل مع الانديه. دي عارفه من نوع الازمات اللي ملهاش حل. بالظبط. وبعدين احنا عندنا مبدا اتفقنا الا نتفق، انت عارفه المبدا ده راسخ عندنا، يعني صح. في مشكله يا جماعه يلا نعمل حاله صراع، يعني ما فيش حد بيفكر في الحلول قد ما بيفكر في انه يبقى في حاله صراع نستمتع بيها كده تشغل لنا وقتنا وتاخد من وقتنا ومجهودنا. طبعا دي حاجه كويسه جدا المشكله دي اتحلت. فانا اعتقد انه الجاب اللي موجوده في سبتمبر مفترض يعني زي ما تم الاعلان من اتحاد الكوره انه هيتم استغلالها عشان تنتهي المسابقه قبل يوم 20، وبالتالي يبقى في عداله. ده في المقام الاول، العداله في وصول الفرق التي تستحق بناء على ادائها في الموسم الحالي او في المسابقات الحاليه ل مشاركتها في البطولة المقبلة إن شاء الله. وفي نفس الإطار خليني أكلم حضراتكم برضو عن اللجنة الخماسية. يمكن الحقيقة في مصدر داخل اللجنة كان كشف أنه اللجنة ما عندهاش أي مانع فيما يتعلق بإقامة الانتخابات، انتخابات الجبلية أو انتخابات اتحاد الكورة لمدة 4 سنوات بناء على طلب الفيفا، لكن في نفس الوقت الخطوة ده على لسان المصدر هتكون بمثابة مخاطرة. ليه بقى؟ لأنه بنود القانون المصري بتنص على إقامة انتخابات الاتحادات بعد نهاية الدورة الأولمبية، ودي تأجلت لمدة عام. حضراتكم عارفين أن أولمبياد السنة دي كانت مفروض تتلعب في طوكيو 2020، بس بسبب أزمة كورونا اتأجلت سنة، وبالتالي هتقام في 2021 بدل من العام الحالي بسبب طبعا إجراءات مواجهة كورونا في العالم كله. نفس المصدر قال في تصريحات صحفية أنه الخطوة دي هتعرض الانتخابات للبطلان حال انه تم رفع دعوى قضائيه، وتركت اللجنه الخماسيه للاتحاد الدولي حريه تقييم الموقف وحسم بقى مساله اجراء الانتخابات من عدمها في نهايه مده عمل اللجنه بعد ما تم المد ليها اكستنشن كده لمده شهرين لغايه يوم 30 نوفمبر المقبل. هتتم الانتخابات لمده 4 سنين، الكره في ملعب الفيفا يعني من الاخر كده، لانه الاتحاد شايف انه اذا تم تاجيل او اذا كانت الانتخابات بعد سنه الاولمبياد ده معناه انه في حال رفع قضيه ما من الممكن انه يتم الحكم ببطلان هذه الانتخابات. صحيفة تايمز البريطانية قالت النهاردة في تقرير ليها أن الفرنسي كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان طلب خلاص ان هو يرحل عن الفريق في الصيف اللي جاي، وقالت كمان ان مبابي اتكلم مع المديرين بان هو عايز يلعب موسم اضافي مع سان جيرمان عشان يمنح النادي خلاص بقى فرصه اخيره ان هو يحصل على اموال من صفقه بيعه. طبعا الصحيفه البريطانيه كمان قالت ان مبابي بيخطط للانتقال المفاجئ للدوري الانجليزي او الدوري الاسباني، وان هو مهتم باللعب مانشستر يونايتد، وكمان اعلن قبل كده اعجابه بالليفربول ومدربه يورجن كلوب. تايمز كمان قالت ان ريال مدريد بيوفر الاموال في الميركاتو ده
علشان ينفقها في الصيف اللي جاي على صفقة امبابي. الحقيقة أنه يمكن زيدان مدرب ريال مدريد اتكلم كذا مرة قبل كده عن إعجابه بامبابي وعن قد إيه هو عايز يشوفه معاه في ريال مدريد، إعجابه الشخصي بيه وإعجابه الفني في الملعب، والكلام كله بيتقال أنه بيتم توفير الأموال في الميركاتو ده يا أحمد في ريال مدريد علشان يتصرف على صفقة امبابي الصيف الجاي، وكمان هالاند من بروسيا دورتموند. هالاند واحد من أقوى المهاجمين الواعدين في العالم كله الحقيقة، واعتقد انه قدم اوراق اعتماده مع بروسيا دورتموند، مهاجم بمواصفات مثاليه. تخيلي انه المهاجم ده يعني كراس حربه نمره 9 جوه الصندوق مع الطرفين اثنين زي صلاح ومبابي، انا بعتقد ان احنا بنتكلم على مثلث رعب جديد من الممكن ان هو يسيطر على العالم كله. على كل الاحوال صلاح، النني، كوكا وغيرهم من اللعيبه المحترفين هيكونوا موضع حديثنا في السادسة، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. في دروس كده بنتعلمها من التاريخ، بنتعلمها من الممارسة، بنتعلمها من التجربة ومن الخبرة. ومن دروس التاريخ اللي تعلمناها أو اللي علمها لنا النادي الأهلي هو أنه دايماً الحساب بيكون في نهاية الموسم. إيه مناسبة الكلام ده أقول لحضراتكم؟ مناسبة الكلام ده هو الكلام على فايلر، اللي بالمناسبة يمكن في بداية الفقرة لازم أقول له طبعاً كل سنة وأنت طيب. فايلر النهاردة بيحتفل بعيد ميلاده، والكلام على فايلر كتير جداً. وخدوا بال حضراتكم أنه في وقت من الأوقات بيبقى تسريب خبر معين او الدخول حتى في مفاوضات جاده في توقيت معين مع مدير فني او مع لاعب مش بيبقى هدفه جديه التعاقد. يعني وانا عارف انه في كلام كتير جدا على فايلر في الفتره الحاليه، انا بكلم جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي واعتقد انه جمهور حتى النادي الاهلي بقى بيعمل او ماشي بنفس السياق، انه المنهج بتاعنا ان احنا نحاسب في نهايه السيزون، والسيزون ده لسه طويل وممتد، ويهمنا جدا كجمهور ان احنا نحافظ على حالة استقرار اللي بيعيشها فريق النادي الأهلي وجهازه الفني في الفترة الحالية، وخصوصا طبعا ان احنا مقبلين على قبل نهائي افريقيا. لكن خدوا بال حضراتكم انه ترديد اخبار من النوع ده او تساؤلات من النوع ده في وسائل الاعلام المختلفة هدفه ممكن يبقى تشتيت الراجل نفسه. يعني انا ممكن اقدم لك عرض جدي او يحصل تواصل او الدخول في مفاوضات حقيقية بهدف ان انا اطلعك من حالة التركيز اللي انت عايشها مع النادي الأهلي، او على الاقل تقدير اوتر اللعيبة، ادخل الفريق بتاعك في حاله توتر، والله راجل مكمل لا مش مكمل، او حتى امارس نوع من انواع الضغوط على اداره النادي اللي بتفكر انها تجدد او تكمل مشوار مع الاداره الفنيه من عدمه. مش بكلم على فايلر تحديدا، بكلم حضراتكم على الاسلوب والمنهج اللي بنشتغل فيه، لانه ورا الكواليس في حاجات كتيره جدا يمكن او خطوط حاجات بين السطور يمكن الجمهور ما يقدرش يقراها. على كل الاحوال انا بعتقد انه فايلر مقدم موسم اكتر من رائع رغم حالة هجوم شديدة جدا. يعني بفتكر بدايات الراجل أو مش بداياته، ده من مجرد بمجرد ما تم الإعلان من قبل إدارة النادي الأهلي أنه تم التعاقد مع السويسري ريني فايلر، أنا فاكر حالة هجوم عنيفة جدا. مين فايلر؟ تاريخه إيه؟ لا يمتلك الشخصية، لا يمتلك المقاومات، رغم الراجل أساسا يعني إحنا ما جبناش مدرب مثلا ليه سي في محترم في أفريقيا، فإحنا عارفين الأندية اللي هو تولى مسؤوليتها، عارفين النتائج اللي حققها مع الأندية الأفريقية، عارفين شخصيته في إدارة الفريق، الناحية الفنية عنده قوية ضعيفة. ده راجل جاي من سويسرا وجاي من نادي مش قليل الحقيقة، يعني تجربته مع أندرلخت، خدوا بال حضراتكم أنا عارف أندرلخت يعتبر من أندية القمة في بلجيكا، ويمكن يكون النادي الأكبر في بلجيكا، لكن على مستوى اوروبا يمكن ما يكونش بيحظى بقاعده جماهيريه كبيره عند الجماهير المصريه او بتتابعه، لكن فايلر كان حاله مع اندرلخت الحقيقه. وبالتالي اعتقد ان الارقام اللي حققها الراجل مع الاهلي في السيزون ده، احنا بنتكلم على تقريبا 41 ماتش او 42 ماتش، 39 ماتش اجمالي عدد الماتشات اللي لعبها الاهلي تحت قياده ريني فايلر، منها 31 فوز وست تعادلات، متصدر البطوله. واعتقد اقول يعني وانا بمنتهى الاريحيه الاهلي خلاص فاز بالدوري حتى لو فاضل لنا ثلاث نقط، ومقدم سيزون كويس جدا محترم رغم انه ملوش خبره في افريقيا، ووصل ربع نهائي وان شاء الله باذن الله يكمل مشواره بمنتهى النجاح. نتكلم بقى مع حضراتكم عن لاعبتنا المحترفين. السيزون ابتدى في انجلترا، عندنا اربعه لعيبه
بيشاركوا، لا معلش انا اسف، البريمير ليج السنه دي 5 لعيبه مصريين بيشاركوا فيها: محمد صلاح، محمد النني المحمدي، تريزيجيه، واحمد حجازي. الحقيقه البدايه امبارح لليفربول وبدايه اكثر من رائعه، مباراه قويه جدا مع ليدز يونايتد الصاعد من الشامبيونشيب. ماتش كان حماسي جدا، جون هنا وجون هنا لغايه اخر 10 دقائق، تعادل 3-3، هيفي سكور الحقيقه بالنسبه لليفربول بيلعب في الانفيلد على ملعبه. خدوا بال حضراتكم الليفر ما خسرش بقاله فتره كبيره جدا، انا عارف انه عامل رقم قياسي على ملعبه، ما تعرضش لخساره على ملعبه في الدوري الانجليزي، اعتقد رقم قياسي، وبالتالي كان وجوده امام ليدز الصاعد حديثا للبريمير ليج في يعني كان في ازمه، كان في مشكله لو انتهت الماتش 3-3، لكن طبعا قدر ليفر ان هو يحسمها لصالحه 4-3. الاهم في الموضوع انه صلاح مبتدي سيزون ببدايه قويه جدا، احنا بنتكلم على هاتريك في اول مباراه، وده في حد ذاته رقم قياسي جديد بيحققه محمد صلاح. عايز اقول لحضراتكم كمان انه محمد صلاح في ثلاثة سيزون متتاليين بيسجل في الجوله الافتتاحيه، وده يعتبر كمان رقم قياسي بيضاف طبعا للسجل الحافل من الارقام القياسيه. طيب خلينا نروح من خلال سكايب طبعا للصحفي ومدير موقع في الجول، يلا كوره، رئيس تحرير يلا كوره، اهلا بيك. اهلا بيك يا احمد، واهلا كريم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. كريم خليني ابتدي معاك من البريمير ليج، يعني انا عايز طبعا اخد معاك جوله كده سريعا في نجومنا المحترفين في اوروبا، لكن احنا عندنا في البريمير ليج خمسه من نجومنا المحترفين هناك، طبعا اهمهم المو محمد صلاح اللي قدم امبارح بدايه قويه جدا لافتتاحيه السيزون، وقدر ان هو يسجل هاتريك في مباراه ليفربول امام الليدز. ملاحظاتك ايه على الاداء امبارح، وخصوصا طبعا انه كان في كلام كتير جدا قبل بدايه السيزون على صلاح والسيزون اللي فات والارقام بتاعته، وانه مستواه بدا في التراجع. طبعا بنتكلم على بدايه محمد صلاح، واحد من اللعيبه لو خدنا بالنا محمد صلاح واضح جدا جدا تركيزه على الوصول للقب افضل لاعب في العالم، ده واضح جدا جدا ان ده التارجت بتاع محمد صلاح. ده يبان من ايه؟ يبان من البدايه اللي بيبدا بيها الموسم السنه دي مع ليفربول، رغم كل الظروف، رغم كورونا، رغم الابتعاد عن الظروف الطبيعيه بعد حتى خروج الفريق من الشامبيونز السنه اللي فاتت قدام اتلتيكو مدريد، الظروف الحاليه في الرياضه في العالم كله، ولكن محمد صلاح مركز تماما على نفسه، على اللياقه البدنيه بتاعته، على ادائه، وبالتالي بيبدا الموسم ببدايه ولا اروع، بيحقق من مباراه امبارح طبعا بعيد عن الهاتريك، بنتكلم محمد صلاح امبارح حقق عدد كبير من الارقام القياسيه، ابرزها طبعا مقرب من نادي ال 100 مع نادي ليفربول بتسجيله امبارح 3 اهداف، وصل للرقم 97. كمان محمد صلاح كسر حاجز ال 50 هدف مع ليفربول في الدوري، وده رقم ما حققوش غير لعيبه عظام في تاريخ النادي زي مايك اوين، جيريام، اللعيبه دي هي بس اللي حققت الرقم ده مع ليفربول. وبالتالي كمان الموسم الرابع على التوالي محمد صلاح بيحرز هدف في الانطلاق مع ليفربول، وده طبعا رقم مميز جدا جدا بيورينا مدى التركيز والذكاء اللي عند محمد صلاح في انه بيدي بدايه قويه مع فرقته بتخليه دايما في مصاف المنافسه على لقب الهداف حتى نهايه الموسم. ناس كتير جدا كريم بتسال على رغم ان احنا في بدايه سيزون يعني، لكن في ناس بتقول لك انه والله صلاح ادى كل اللي عنده او حقق كل اللي ممكن يحققه مع الريدز، هل من الممكن انه يبقى افضل له انه الخطوه الجايه تكون بره ليفربول، او على اقل تقدير خليني بلاش اقول بره ليفربول، بره البريمير ليج، نشوفه في دوري زي الدوري الاسباني، نشوفه في دوري زي الدوري الالماني وان كان الالماني مستبعد شويه، لكن هل بتتفق مع نفس وجهه النظر؟ يعني في بعيدا عن ريال مدريد او برشلونه، هم دول الخيارين اللي اعتقد عند محمد صلاح اللي ممكن يفكر فيهم اذا الظروف سمحت انه يجيله منهم عروض. ولكن خلينا نبص على محمد صلاح تاني وارجع للنقطه اللي انا بدات بيها الدخله بتاعتي، ان محمد صلاح بيتارجت لقب افضل لاعب في العالم. طبعا احنا يا احمد كرياضيين في مصر وحتى لعيبه الكوره في مصر ممكن يحقق النجاح في بعض الوقت وبعد كده هوب تلاقي الاداء هبط، او تلاقيه مثلا بيتارجت الفلوس او بيحقق عائد مادي جيد جدا وخلاص بينصرف تماما عن التركيز في الرياضه. لكن في وجهه نظري الشخصيه بشوف محمد صلاح حط نفسه في مصاف اثنين لعيبه هما ميسي وكريستيانو رونالدو، هو شاف ازاي اللعيبه دي او الاثنين لعيبه دول تعبوا عشان يفضلوا على قمه الكوره
لأكثر من 10 سنوات، وبالتالي أنا شايف إن محمد صلاح بيكسر العادة المعتادة عند لعيبة الكرة المصرية. حتى إحنا في المباراة بنقول اللعيب أو الفريق المصري أول ما بيوصل للتارجت بتاعه الأداء بيهبط أو بيقلق. محمد صلاح واضح جدا هو بعيد تماما عن الثقافة دي، بعيد عن العقلية دي، هو مركز على التارجت بتاعه. التارجت بتاعه ده عشان يحققه فعلا محتاج كذا سنة طب عشان خليني كريم اخد رايك في الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها تحديدا، لانه انا بشوف دايما انه اللعيبه المصريه يعني بنشوف عندنا درر، عندنا مواهب تستحق تلعب في اكبر الانديه في العالم، تلعب في البارسا وتلعب في المان يونايتد وتلعب في المان سيتي وتلعب في البايرن، لكن اللي بينقصهم الجزئيه تحديدا اللي انت بتتكلم عليها، فكره انك انت تخلق لنفسك الحافز، فكره ان طموحك ما يقفش عند حد معين، فكره انك كل ما تحقق هدف تحط لنفسك هدف ابعد منه، فكره انك طول ما عندك القدره تقدر تطور من نفسك ومن ذاتك ومن مستواك. تفتكر دي حصلت لصلاح ازاي؟ حصلت الثقافه دي اتولدت عنده ازاي؟ ما هو احنا عندنا لعيبه مصريين كتير جدا كانوا هايلين وشاطرين وسافروا بره بس ما قدروش يكملوا او يعملوا نفس المشوار اللي بيعمله محمد صلاح. طبعا هدل على كلامك بمثل جيد جدا او مثالين قدامنا وجهه نظري، مثل عمرو زكي ومثل ميدو. يعني عمرو زكي لما تفتكر لما راح ويجن وجاب الهدف التاريخي، واحد من احلى الاهداف اللي كتيرت في تاريخ الدوري الانجليزي، لما جابه في ليفربول في الانفيلد الباكورد اللي عملها من على مشارف منطقه الجزاء. لكن شوف عقليه عمرو زكي ما قدرتش تساعده ان هو يركز في الكوره. حتى برضه ميدو كان ميدو ماشي مع زلاتان ابراموفيتش، يعني كان حتى تعداه. زلاتان ابراموفيتش كان بيقعد احتياطي لميدو في اياكس، دروبا كان بيقعد احتياطي لميدو في مارسيليا الفرنسي، ولكن ميدو جه بعد فتره الى حد ما بدا يفكر في امور خارج الملعب اكتر ما هي جوه الملعب، وبالتالي خسر المشوار. النقطه بتتكلم عليها الاجابه عليها سهله جدا، وهي ان اللعيبه بتبدا او ما بتحرز بعض من النجاح الفني بيجي طبعا نتيجه له مقابل مادي كبير جدا. او ما اللاعب بيبدا يفكر في الامور الماليه والامور الحياتيه بره الملعب، هنا بتبدا لحظه انهاء. محمد صلاح ما عملش كده. محمد صلاح طول عمره بنشوفه كلاعب ما بيفكرش في الفلوسات، وبالتالي هو مركز في نفسه، بيستثمر في نفسه. وبرضه لازم اشيد بمدير اعماله، مدير اعماله قدر يحطه على الطريق ده في امور كتيره وبدا ينظم له حياته. محمد صلاح فعلا بقى لاعب محترف بكل ما تعنيه الكلمه، وكل ما بيزداد بريقا وكل ما بيزداد بطولات بيبقى عنده نهم اكبر. وهنا حتى خليني امثل هذا المثل طبعا جمهور النادي الاهلي بمانويل جوزيه. يفتكر تصريحات لعيبه النادي الاهلي عن مستر مانويل لما كان بعد ما يحرز البطوله يقول لهم انتوا ما عملتوش حاجه. تخيل لما مدير فني موسم 2004 2005 واخد 5 بطولات شارك فيهم، 2005 2006 خد ال5 بطولات شارك فيهم، 10 بطولات في موسمين. يعني التارجت بعيدا طبعا عن كاس عالم الانديه، ان هو طبعا كاس عالم الانديه اكيد مش تارجت ليه، هو خد يعني وحتى خد مركز ثالث وبرونزيه. نعم، ولكن بعد كل ده بيشحن اللعيبه، انت ما وصلتش، انت لسه ما عملتش. وحتى هو كان ليه جمله شهيره جدا خليني اقولها، كان يقول للعيب الكوره انت مش نجم السينمائي، انت مش دكتور، انت راجل جاي يتمتع الجماهير. وبالتالي ازاي النهارده الرياضي لازم يفوكس، لازم يركز في مشواره عشان يقدر يحقق تارجت كبير. لان اللاعب اول ما بيبص للماده او ما بيبص للفلوس اعرف ان عمره الفني داخل الملعب صحيح. هو الحقيقه في مشوار الاحتراف اذا كنت بتدور على الماده فاعرف انك انت يعني ابتديت طريق النهايه او طريق الخروج عن المسار. طول ما انت بتفكر انك انت تحقق انجاز او تطور من قدراتك او تطور من مستواك اعرف انه الماده جايه جايه، واعتقد انه صلاح دليل كبير جدا على الكلام ده. اروح معاك للنني، والنني كان علامه استفهام كبيره جدا. يعني بعد ما كان في كلام هيكمل في الارسنال، لا مش هيكمل في الارسنال، راح تركيا، قدم مستوى ما اعتقدش انه كان ثابت او مبهر، لكن مع رجوعه للارسنال مره ثانيه وتحديدا من ماتش الدرع الخيريه، وخد بالك انه دلوقتي ارسنال تحت قياده ارتيتا، وارتيتا يمكن كان بيلعب مع النني يعني زامله في الملعب في وقت من الاوقات. بنلاقي النني تاني خالص، بنلاقي النني في ماتش ليفربول بيقدم واحده من احسن ماتشاته، وحتى في مباراه فولهام اللي فازوا بيها 3-0 خد اشاده كبيره جدا، وخصوصا يبدو ان في اقتناع كبير جدا من ارتيتا. هل بتشوف انه في شيفت في مستقبل النني مع الارسنال؟
شوف انني لما احنا كنا دايما بنقول او على المستوى الشخصي كنت بقول دايما انني اتاخر قوي في الخروج من ارسنال في فتره يوناي امري، كان لازم انني ياخد قرار الاعاره عشان يبدا يلعب، وهنا لازم يشيد بالفتره طيب. اللي اداها انني مع بشكتاش، بشكتاش قدر ان هو يرجع انني لمستواه بسبب المشاركه الكتيره في المباريات الرسميه، مش مهم انك تتدرب مع فريق كبير حتى بتتدرب مع ريال مدريد نفسه او بتتدرب مع برشلونه ما بتلعبش مباريات وما عندكش خبره المباريات وبتطور مستواك، اعرف ان انت هتقف عند حته مش هتمشي عند ده بالظبط. حتى نفس المثل اللي حصل مع رمضان صبحي لما رجع النادي الاهلي، والنادي الاهلي قدر ان هو يرجعه لكثير من مستواه سواء مع المنتخب الاولمبي او حتى مع النادي الاهلي لما شفناه، وبالتالي انني لما قعد الفتره دي ما شفتهاش قدر يستعيد كثير من فريقه، وهنا لغه الارقام فقط هي اللي هتعرفنا ليه ارتيتا بيلعب النني هاف ديفندر اساسي في الطريقه بتاعته. طبعا بيحب ارسنال، عارفين الفريق بيلعب بطريقه اقرب الى 3 4 3، والطريقه دي واحده من الطرق اللي عليها ضغط كبير جدا على الاثنين اللي بيلعبوا في وسط الملعب، وبالتالي اختيار ارتيتا للنني انه يلعب جنب تشاكا في المركز ده تعرف ان هو اختيار مش هباء مش اختيار مجامله او اعتباط. وخليني اديك بعض الارقام عشان نفهم اتفضل. النني عمل ايه مع فولهام امبارح. النني امبارح عمل 64 تمريره في نص الملعب، تمام كده؟ واحده من المشاكل اللي كانت عندي انا المستوى الشخصي مع اي لعيب هاف ديفندر في مصر خصوصا حسام عاشور، كنت دايما اقول في تحليلي له انه ليه ما بينضمش لمنتخب مصر، ان 70% من تمريرات حسام عاشور كانت باد باس، لورا. يعني ايه؟ كان بيباصي لورا للمدافعين. طيب امبارح النني عمل كام باص امامي؟ عمل 71% من باصاته تمريرات اماميه. أمامية. اكتر لاعب خد من النني باصات هو ويليان اللي هو امبارح الناس شافته كبلاي ميكر لارسنال. طيب النني لعب كام كوره طوليه عاليه عشان حتى يتخلص من الكوره؟ 7 مرات بس من 64 تمرير، يعني بنتكلم على نسبه قليله جدا. ده يوضح لنا 11% ازاي تقريبا. بالظبط ازاي ان النني بيحتفظ بالكوره وبيلعب جود باس، بيلعب باس له قيمه، بيلعب باس له فاعليه. طيب الهدف الثالث لارسنال جه ازاي؟ جه ان النني عمل دور السي دي ام او الهاف ديفندر بما كل ما تعنيه الكلمه، وزي ما القاموس بيقول هجمه عليا قدرت اقطعها واوقف الهجمه اللي على فريقي، لعبت الكوره لويليان اللي ويليان بعديها لعب طيب الكوره كريم، اللي هو في اقل من 30 ثانيه عشان ما نظلمش كوكا المظلوم اساسا، طبعا. لان كوكا الحقيقه على مستوى نعم المسيره الاحترافيه اعتقد انه واحد من انجح اللاعبين المصريين في اوروبا. نعم السنه دي فايز بدوري وكاس مع اولمبياكوس، واخد طبعا احسن لعيب، رغم طبعا ما شاركش في الكاس في نهائي الكاس، لكن واخد احسن لعيب في الدوري. ايه قصه كوكا مع الجماهير المصريه، وهل شايف انه اللعيب ده ما خدش حقه لغايه دلوقتي ولا لا؟ بس في ايجاز شديد جدا بستاذنك. يعني سريعا اعتقد ان كوكا استثمر الهجوم اللي حصل عليه في الكان لما كان بيتنظم في مصر، والهجوم اللي حصل عليه من جمهور مصر بصراحه هو كان هجوم مبرر، ما كانش فيه اي ظلم، ان كوكا لحد ما كان فيه مشاكل كثيره في الاداء، هو استثمر اعتقد الهجوم ده وقدر يطور نفسه مع اولمبياكوس، تطور بالثنائيه الدوري والكاس، بس يتبقى له انه يظهر لنا او يعكس لنا المستوى اللي قدمه مع اولمبياكوس في الانضمام الجاي ان شاء الله لمنتخب مصر، هنقدر نقيمه بشكل افضل. كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا من خلال سكايب في السادسه مساء، شكرا جزيلا. وفقرتنا في السادسه لسه مستمره مع حضراتكم، نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مرحبا بحضراتكم من جديد، والحقيقه منورني في الاستوديو اثنين من اكبر النقاد الرياضيين في مصر. الحقيقه دايما ارائهم ثاقبه ودايما مناقشاتهم للقضايا بتبقى في منتهى القوه والصراحه. منورني استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير. العفو، ربنا يخليك، انت منوره وكل جمهور قناه النادي الاهلي طبعا. ربنا يخليك يا كابتن، وكمان كابتن جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير. ربنا يخليك يا ساره، اهلا بيك. يعني خلينا نبدا مع حضرتك، يعني استاذ عصام احنا خلاص احنا ليه كنا مصرين ان انتوا تبقوا معانا النهارده؟ طبعا تنورونا في اي وقت، بس زي ما حضرتك عارف ساعات ويبقى الاهلي رسميا بيحسم باذن الله باذن الله لقب الدوري ال 42 بالرغم من طبعا كامل الاحترام لفريق الاتحاد، ولكن مع ذلك يا كابتن برغم من انه الاهلي عامل موسم كويس قوي، لكن انتقادات كتير، الاعلام بيهاجم بطريقه غير مبرره للنادي الاهلي، افتعال للمشاكل بشكل كبير قوي، حضرتك تفسر ده بايه؟ ليه
ليه ده بيحصل واحنا خلاص بنحسم الدوري اللي هو 99% محسوم؟ ما شاء الله. مش كل الاعلام يعني اولا يعني عشان ما نقعش في خطا التعميم يعني وانا فاهم ما تعنيه يعني بعض الاعلام اللي مصر انه الاهلي تحت المجهر، بس ده عاده الكبار دايما يعني وعاده الكبار بقى في انه تحت المجهر زادت شويه طبعا. لا هناك ما هو يعني استمراء واستباحه للنادي الاهلي، لكن في كل الاحوال من يجرؤ اصلا انه مهما على الدوز ده او الجرعه دي، من يجرؤ ان هو يوقف هذا التقدم الاحمر مش بس في اتجاه درع ال 42 اللي هي موجوده بالفعل، ال 41 موجوده عند النادي الاهلي ومن ثم الاحتفاظ بها، انما برضو النادي الاهلي لا يخرج للرد ولا يشتبك في هكذا معارك، وده الدلاله الوحيده على انه هناك طريق ما، هناك مؤسسيه، هناك احترافيه، حتى يبدو الامر زي ما حضرتك قلتي على الهجوم، حتى يبدو الامر واحنا بنتكلم انه برضو كلام مكرر عن رسوخ مبادئ محدده، عن التواجد في حيز العمل وفقط، ما فيش خروج للرد كلمه بكلمه ولا جمله بجمله، لكن يعني ربما في الدرع ده او في مشوار الدوري ده صمت مسؤول الاهلي كثيرا علشان يشوف، لدرجه انه بقى ما يرصد يعني في بعض الاعلام اللي قلنا عليه وشاورنا عليه لا يرصد مع المنافسين ولا حتى مع باقي الجدول بقى، مش مثل المنافسين يعني لا يرصد، وحوارات يعني متقده على مجرد لعبه، يعني مش لعبه كره القدم يا ريت، على لعبه فيها اوت فيها اللي هي الحاجات اللي بيمر منها مثلا مئات الالعاب في خلال 90 دقيقه واحده او مباراه واحده. اذا حطي فكره ان النادي الاهلي دائما محط انظار، دائما بياع كاستثمار ايضا، والاعلام في جزء اعلاني لكن زادت قوي لان هناك مستهدف انه ما يبقاش فيه كبير بطعم اللون الاحمر وبالتالي النادي الاهلي. اكيد. طب استاذ جمال، يعني مش غريب شويه انه بعض الاعلام جداً. زي ما ايوه قبل ما تكمل اكيد انه يعني النادي الاهلي خسر ماتش وهو ماتش الزمالك بعد 20 ماتش من غير ولا خساره، وطلع هجوم على مجلس الاداره بشكل بشع، وبنشوف انديه ثانيه سواء بيراميدز اللي خسر ثلاث ماتشات ورا بعض ما حدش اتكلم ابدا عن مجلس الاداره، او الزمالك اللي خسر وتعادل برضو وطبعا ما حدش اتكلم على الاداره او الهجوم ده ما شفناهوش على الانديه الثانيه، ده مش يعني مش غريب شويه؟ لا هو انا شايف ان هو غريب من الناحيه المنطقيه، انما هو طبيعي مع الاحداث اللي في الدوري المصري، بمعنى انه فرقه النادي الاهلي الفرق اللي بينها وبين اقرب المنافسين 19 او 20 نقطه، فده فرق كبير جدا. انا بشوف ان هو ممكن يصيب البعض بحالات، يعني انا مش ببالغ، لانه اولا على المستوى التاريخي النادي الاهلي هيبقى 42 دوري، اقرب المنافسين طبعا هيبقى بعيد جدا او كل انديه الدوري، وده على فكره احنا مش بنقوله استعداءا للاخرين، احنا بس بنقر بالامر الواقع. النهارده الكبير دايما لما لو تعرض لهزيمه واحده بتبقى حدث، يعني ده حتى في عالم الصحافه انه الناس معتاده على ان الاهلي يفوز 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 يفوز. الفعل اللي هو ماشي مع النادي الاهلي فاز يفوز فوزا، في غير كده لو خسر مره. كمان انا عايز اقول لحضرتك ان الاهلي لا يتعامل مع البطولات اللي هو بيدخلها على انه هو هيكسب فلان ويخسر من فلان، الانديه الاخرى بتضع امامها هدف واحد الفوز على الاهلي، بلاش الفوز على الاهلي، فرق كتيره جدا لا بتلعب. لا ليه في احد مسؤولي نادي الزمالك قال انه كان هدف كبير بالنسبه له؟ وعلى فكره على معظم الفرق اللي بتلعب قدام الاهلي بتلعب للشهره، مباراه البطوله، بمعنى ان هي دي بالظبط كده يا استاذ عصام، ان هي دي هو بالنسبه له بيبص لها على ان دي المباراه اللي اولا هتصنع نجومه، هينتقل لاعبين قيمتهم التسويقيه هتزيد من خلال ادائهم امام الاهلي، ولذلك دايما جماهير الاهلي بتقلق قوي على فرقه النادي الاهلي
لما بتلعب مع اي حد ده اكيد يا استاذ جمال. بس احنا لما بنتكلم على ان يكون في نقد من الاعلام وطبيعي يكون في نقد، بس النقد البناء برضو يا استاذ بس هو مش كل الاعلام، انا مع عصام بعض الاعلام اللي احنا شفناه ما كانش نقد بناء ابدا، هو كان هجوم غير مبرر بالمره. ما هو ده الاوقات اللي اي حد زي ما يعني المفروض النادي الاهلي، انا اسفه بس هو جمال الزهيري قال قبل ما ترصدي حاله يعني هو برضو هي بطوله بالنسبه لهذا وذاك في بعض الاعلام انه يطلع ويستفيد يعني بالظبط، لدرجه يعني الجمله اللي بقت في عند جمهور الاهلي هو ما فيش حد عنده مكتب الا النادي الاهلي، يعني الفوز في المكتب والخساره في المكتب بالزبط. وهكذا حضرتك كنت عايزه توضحي. كنت بقول لحضرتك انه يعني النادي الاهلي المفروض دلوقتي هو بيمثل، او الفتره دي فتره حاسمه بيمثل مصر مع نادي الزمالك طبعا في افريقيا، فمفروض يكون في دعم للانديه دي. لما بتكلم على الاعلام بقى المفروض ان هو محايد لاعلام اهلي ولا زمالك، المفروض يكون في دعم اكتر يا استاذ جمال، مش ان انا بهدم نادي او بتكلم عن اللعيبه او عن الاداره بشكل مش كويس في فتره احنا المفروض يبقى بنقدم كل الدعم للانديه المصريه اللي بتمثل مصر في بطوله افريقيا. هو الدعم مطلوب في حدود انه ما حدش لا يجرح ولا يلصق ما ليس موجود ب يعني تيشيرت النادي الاهلي، وبالتالي بيمثل مصر من عدمه دي هو يمثل قطاع كبير من جماهيره، الزمالك يمثل قطاع كبير من جماهيره، الفرحه في الشوارع الملونه هي فرحه لاجزاء من الشعب. المطلوب بس الحياديه زي ما حضرتك وصفتي بالزبط. وان يكون هناك قاعده مستنيره للنقد، ما حدش قال له روح ورا الاهلي والزمالك زي ما بتروح ورا المنتخب، لكن على الاقل حضراتك يعني توخى دقه المعلومه. ده احنا شغلتنا بقى واستاذ جمال ياكدها لحضرتك يعني، وانت اصلا بنت الصحافه برضه جزء من ضمير الامه ونشكل وجدان الشعب وكذا. لا مهمه تقيله قوي زي كده النائب العام اللي هو محامي الشعب. صح. طيب انا عايزه برضو اسال حضرتك يعني بيمثل ايه الفوز بالبطوله دي في الوقت ده بعد موسم يعني صعب كله غيابات وفتره توقف طويله قوي، الحقيقه كانت على كل الانديه في العالم، ومع ذلك الاهلي قادر يحسم الدوري بفرق كبير قوي عن اقرب المنافس. النادي الاهلي قبل كورونا، قبل ظهور كورونا، انا بعتقد ان هو البدايه كانت قويه جدا من النادي الاهلي مع المدير الفني فايلر فايلر ريني فايلر، لان انا ساعات اقول راينر راينر لا ريني فايلر. البدايه كانت قويه جدا، حقق افضل النتائج، خطى خطوات كبيره جدا نحو صداره المسابقه، وبالتالي ما كانش في مشكله عند النادي الاهلي ان هو يكمل ما بعد كورونا. وكان النادي الاهلي هو الاكثر، رغم انه المستوى قد يكون تاثر بغيابات كثيرة وبظروف التوقف الطويل والكلام ده، إنما النادي الأهلي برضو بيفرق معلش عن الأندية كلها في حاجة أساسية ويجب على الأندية الأخرى، بدلا من إن هي تزعل من النادي الأهلي أو الجماهير الأخرى تزعل من النادي الأهلي، إنه النادي الأهلي عنده الأهداف أو التارجتس بتاعته واضحة. يعني فضل فايلر، اتغير فايلر، جه فلان، جه مدرب اجنبي، جه مدرب مصري، مشي نجوم من النادي الاهلي. ما دي نقطه يجب ان تبحث كل النجوم اللي مشيت. يعني انا لغايه النهارده بقول مثلا ان عبد الله السعيد من اللعيبه المهمه جدا اللي ثابت النادي الاهلي. ما شكل النادي الاهلي او ما وضعيه النادي الاهلي بعد ما عبد الله مشي او غيره من اللاعبين؟ يبقى اذا النادي ده لا يتاثر لا برحيل مدرب ولا بالتعاقد مع مدرب ولا برحيل لاعب. انا بقول لحضرتك ليه الكلام ده؟ ده يرد على كلام كتير جدا انتوا حتى قلتوه في الانترو النهارده، خاص بالاشاعات اللي هي حول فايلر ان هو هيقعد ولا مش هيقعد. الراجل لما راح اجازته الكلام كتير جدا جدا عن انه لا فايلر مش راجع. عايز اقول انه جمهور الاهلي مطمئن، يعني زوجته صاحبه القرار. لا يعني جمهور الاهلي دائما بيبقى مطمئن. ليه؟ لانه فرقه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي مش مجامله، وبرده الادارات المتعاقبه، يعني قد يكون الاداره الحاليه متميزه ومتفوقه وكل شيء جميل جدا ما فيش مشكله، انما ادارات النادي الاهلي تعي هذا الامر، لانه هو النادي الاهلي معمول كده على كيان انه بيتحرك نحو البطوله.
وبعدين هتشوفي الدليل. مش هقول لك الدليل قالوا له بقى، لا الدليل البطولات. يعني ما يعني مش هنجيب حاجه احنا لا نجمل شيء هو مش موجود. صح، هو ده بالك. سيبي بقى الاخرين من يريد، اللي هو عارف البطل اللي ماشي وبعض الناس بتشده من هدومه اللي بيحاول يكعبله الاعاقه، يعني اللي هي محاولات الاعاقه، محدش يقدر يوقف. طالما انت عندك الاراده ان انت تحققي ده يعني. اكيد بالزبط. طب كابتن عصام، كنت عايز اسال حضرتك، شايف فايلر قدر يصنع فارق مع النادي الاهلي؟ فارق فني يعني؟ فني، شايف يعني في تطور تحت قيادته؟ الاهلي اصلا تربه مهيئه لان تحصدي منها اعلى المحاصيل. وبالتالي لما بيجي اي مدير فني بيبقى يعني في الحوار اللي هو الشعباوي قوي، يقول لك يا هنايا ساعده. ليه؟ اداره واضحه، كل حد عارف التزاماته. وعلشان كده لما نتكلم عن نجوم غادروا هتلاقي الاهلي كان ليه مواقف، يعني الاهلي لا يتوقف عند عبد الله السعيد ولا اي عبد الله السعيد تاني، يعني مع احترامنا طبعا للاعب موهوب ونجم وكل حاجه، انما اخذ الاهلي قراره بان ما فعله يساوي عدم التواجد هنا. تحقيق بقى الجمل، الموروث الاحمر، الاهلي بمن حضر، الاهلي فوق الجميع، واللي هي جميع ابنائه واداراته ومحبيه وعشاقه، عشان ما حدش بيجي له التباس ويفهم، لانه برضه الزمالك فوق جميع من هم مشجعيه واداراته وكذا. وبالتالي النهج ده هو اللي بيخلي دايما النجاح يعني مسبوق الاعداد في النادي الاهلي، او نسبه عاليه قوي ما لم تحدث بعض المحاذير الفنيه والاحترافيه. ان ياتي مدير فني مثلا بعد تجربه واثنين وثلاثه ليس لدي ربما جديد، او انه يحصل عدم توافق بينه ومش بعض اللعيبه في الامزجه يعني، او عايزين ايه، لا ربما تكون الحكايه محتاجه دعم، وبالتالي لابد ان يعمل الرجل وينتظر حتى يدعم الفريق. تقييم الفني انه حتى الان هو في مرحله الجيد جدا الحقيقه، هينتقل للامتياز مع التسعه يا اهلي، مش بس مع الدرع. المناسبات الكبيره هي التي ستحدد بقى اللي هي فضلاله في النتيجة قبل ما نعلنها، اللي هو امتياز ومرتبة الشرف وكذا، لأنه أدى كل ده في غياب على الأقل 11 لاعب يعني نجم مش مجرد لاعب. إذا أضفنا بقى أنها ككتيبة في دوري الدرجة الأولى المصري أو البريمير ليج أو الإيجيبشن ليج، هنقول حوالي 16، لكن خلينا في 11 يمثلوا عصب أي فريق. وبالتالي لا، هو دلوقتي في الكام مادة دول جيد جدا، يبقى لي أنه هو يوصل لي أن احنا إدارة الامتحانات الكروية تعلن امتياز ومرتبة شرف مع التسعة يا أهل، أداء على الأقل قبل حتى فكرة رفع الكأس. طيب شايف يا أستاذ جمال، لو حسمنا خلاص الدوري بإذن الله بكرة، المباريات المتبقية في الدوري المفروض أن فايلر يدفع بلعيبة ناشئين ويجرب لعيبة تانية، ولا يكمل بنفس التشكيل عشان يزيد الانسجام قبل أفريقيا بين اللعيبة؟ بص، هو أولا الحفاظ على شكل الفريق والانسجام اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده يجب أنه يبقى هدف أساسي، بمعنى أنه حتى الدفع بالناشئين ده ما بيجيش كده اعتباطا، يعني مفروض أنه الدافع بالناشئين بيبقى بحساب، وفي اوقات معينه لما تكون المباراه مستريحه معاكي، يعني انت اولا كفريق كره قدم عندنا في ارقام قياسيه النادي الاهلي بيسعى اليها في المرحله الحاليه بعد ما يطمن ان شاء الله على درع الدوري بشكل رسمي، هتبقى في مرحله اللي هي مرحله ارقام قياسيه من ناحيه عدد النقاط، من ناحيه عدد مرات الفوز، والنادي الاهلي بيهتم اعتقد طول عمره بالمساله دي يعني. ثانيا، مساله الدفع بالعناصر الجديده مهمه، لكن الحفاظ على انسجام الفريق مهم جدا. اهم، هو الاهم دلوقتي، لان داخل على الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا مباراه مهمه او مباراتين امام الوداد في غايه الاهميه، والنادي الاهلي يسعى الى التسعه زي ما قال الاستاذ عصام، دي مهمه جدا، ومش هنقول التاسعه كتير بقى عشان ايه تيجي ان شاء الله. ان شاء الله تيجي. هنتكلم اكتر يعني استاذ جمال استاذ عصام على افريقيا كمان بالتحديد، وهل التاجيل ده كان في صالح الاهلي ولا لا، ولكن بعد الفاصل. ف
برحب بحضراتكم من جديد، ولسه منورني في الاستوديو ناقد رياضي كبير استاذ عصام شلتوت وناقد رياضي كبير استاذ جمال الزهيري. منوريني تاني يا كباتن. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا كابتن. الكروب جميل وصحابنا وزمايلنا انه عيد ميلادك. ربنا يخليك يا كابتن. وحضرتك طيب. كنت عايزه اسال حضرتك على مباراه بكره الاتحاد، قراءه كده شايفها ازاي المباراه دي الاهلي والاتحاد؟ بالنسبه للنادي الاهلي هي واحده من كتله المباريات، هكذا عود الاهلي جمهوره ومتابعيه والاعلام، حتى لو الاعلام يعني في الوطن العربي، ان كل مباريات عنده هي مباريات الثلاث نقاط، ويمكن دي ساعات بتخلي في تحفز ضد النادي الاهلي، ما عدا طبعا الكلاسيكو وكذا، وان كان برضو وقتها مهما كانت النتيجة، ولنا في الكلاسيكو الأخير يعني أكبر دليل ما بتخرجش بقى الدنيا منقلبة إذا خسر الأهلي المباراة، طبعا بيبقى يوم هي بطولة زي كل العالم ما عنده دربيات، إنما هي مباراة التتويج، هي مباراة تحتاج لأنه الفريق بقى مش الكوتش ولا أي حد، اللعيبة تبقى في غاية التركيز، اللعيبة تبقى حاضرة في الميعاد علشان تنهي مسافة يعني يا دوب ما تجيش نص سنتي بينها وبين الدرع رقم 42 الموجود بالفعل في الجزيره، وكمان ما ينسوش وعدهم الرائع للنجم، وهو وعد انساني ووعد كبير اصلا من زملاء مؤمن زكريا، هو دلع يعني درع مؤمن زكريا من ناحيه، ثم هو يعني اكبر تكريم للجمهور الذي ان شاء الله سيعود للملاعب كل الانديه طبعا بما كان يمكن ان يطلق عليه درع الشهداء ايضا، لكنها بطوله مؤمن اكيد لأنه طبعا ده يا كابتن. النقطه 74 شفت ازاي كابتن احتفال بادجي على طريقه مؤمن زكريا المباراه اللي فاتت بعد ما جاب الجون، وكمان محمد صلاح امبارح الحقيقه كانت لفته طيبه منه كنا بنتكلم عليها بعد ما احتفل على طريقه مؤمن زكريا. العالمي الحقيقي محمد صلاح هنا فعلها، فصلاح تعدى مع الناس بره فكره النجم السوبر كوره، هو راح للانسانيه، هو يستوقفه طفل، هو يبحث عن يعني منافع للاطفال والكبار والعجائز، وبيروح دور مسنين، الحقيقه عامل حاله تليق بينا كعرب مصريين مسلمين، انما انه الراجل بادجي ده الحقيقه اثر فيها جدا المشهد، لا لاعب مصري سبقه وراح، انما ده بيعني ايه انه عمل كده؟ بيعني يوم زياره مؤمن، بيعني ما راه من اسره النادي الاهلي، بيعني الالتفاف و العيلة اللي شافها عيلة حقيقية، وعلى فكرة مش في إصابات الملاعب أكيد. بس وبالتالي هو صنع ما رآه يقينا، مش انه بيجامل بيه، ما هواش يعني الولد باين عليه انه هو ما هواش اللماح اللي يعمل حركة تعجب الجمهور، ولا المدرج وخاوي حب الناس، وهو كسبه ما شاء الله من تألق لتألق، مجرد رسالة لكن معنوية المؤمن زكريا نفسه، لكنه تعلمها في النادي الأهلي، وده اللي يهم المتابعين انها تعرفه من احتفالية زملاء، مش هقول بقى النادي، احتفالية زملاء وليد في سليمان وكل النجوم، لان انا وليد الحقيقة قام بدور كبير جدا، والشناوي طبعا، لكن وليد كاد ان هو يعني يشيل مؤمن ويمشي بيه، اثر جدا الكلام في بادجي، شفتها الحقيقة انه فعلا يا لروعة الانسانية، وكرة القدم المحترفة زي ما قلت لحضرتك وبأكدها تاني تحمل كل معاني الانسانية. اكيد الحقيقة كمان وليد سليمان نجم في الملعب سواء من ناحية الانسانية زي ما حضرتك قلت، او كمان من ناحية الفنية، وقد ايه بيثبت انه السن مجرد رقم في كل ماتش بنشوفه ليه مع النادي الاهلي. استاذ جمال كنا بنقول ان فايلر بيدرس ان هو يدفع باحمد الشيخ اساسي في المباراة اللي جاية بكرة الاتحاد، احمد شيخ فورمة دلوقتي. واضح مع المباريات الأخيرة أنه بيتقدم يعني. تقييمك لأحمد الشيخ وللقرار ده لو هيحصل، وجيرالدو برضه يا كابتن؟ شوفي، هو طبعا جيرالدو أخد فرص كتيرة جدا، بس أنا مع كل الاحترام ليه كلاعب محترف بشعر أنه هو لسه مستواه بعيد قوي عن النادي الأهلي، يعني مستواه يعني هو خد بقول لحضرتك فرص كتيره المفروض ان هو كان يستثمرها بشكل او باخر، انما مش الستايل، يعني بادجي مثلا بداياته مع النادي الاهلي كانت عاديه، ابتدى مع الوقت يدخل في الفورمه وابتدى يعرف يحفظ المكان اللي هو بيلعب فيه. بالنسبه ل الانخراط مع الفريق ده مهم جدا. احمد الشيخ طبعا لا خلاف على انه هو موهبه جامده جدا، والحقيقه انه يحتاج الى فرص اكتر بقى مع النادي الاهلي، يعني احنا شفناه
لما كان بيخرج احيانا من الاهلي وتم الاعتماد عليه بشكل اساسي فمستواه بيجي. يعني ما هو برضو تواجد اللاعب في التشكيله طبعا بيخليه مستواه يجي مع الوقت يعني. وانا بعتقد ان هي الفرصه متاحه ان شاء الله امام الاتحاد السكندري، والمباراه نفسها هي مباراه مهمه للنادي الاهلي، لان فرقه نادي الاتحاد من الفرق اللي عندها طموح، رغم ان مكانها يمكن رصيد النقاط اللي عندها 36 نقطه في المركز الخامس، يعني فارق كبير جدا جدا عن النادي الاهلي. ومع ذلك انا بشوف ان فرقه الاتحاد بمدربها الكابتن طلعت يوسف لا فرقه طموحه، وهتيجي قدام النادي الاهلي مجهودها هيبقى مضاعف. وما اعتقدش ان اللعيبه هتبقى مضغوطه يا كابتن، لا لعيبه الاتحاد نازله النادي الاهلي خلاص المفروض، والاتحاد كمان، والاتحاد لا بس هيبقوا نفسهم يعملوا ايه، اللي هي النقطه اللي انا اشرت ليها والاستاذ عصام اتفق معايا عليها، الفوز على النادي الاهلي، فكره ان انت بتلعب قدام النادي الاهلي فالمباراه متشافه على نطاق واسع جدا، اقدم مستوى كويس اقل حاجه على الاقل اظهر. ما احنا هنا بنقول ان كل الفرق اللي بتلعب امام النادي الاهلي بتاخد جرعه ودفعه معنويه مضاعفه اللي هي تخليه هو لا في المباراه دي الدوري كوم، والمباراه النادي الاهلي كوم، لان هي دي اللي هتحدد حتى مستقبل اللعيبه اللي بتلعب قدام في الفريق المنافس للنادي الاهلي، بتبقى هي الشباك او النافذه اللي من خلالها الناس بتبص على اللعيب ده. فطبعا اكيد هي مباراه مهمه، لكن ان شاء الله يكون النادي الاهلي اعتقد ان هو اقترب بشده زي ما قال الاستاذ عصام، هو الدرع في الجزيره فعلا في النادي الاهلي، ولكن هي مساله بس الاحتفال بيه رسميا اللي هو التلات نقاط اللي جايين دول، وهتبقى العمليه منتهيه يعني. تمام. اهم حاجه في الماتش بتاع الاتحاد ده انا يعني في عجاله ان الاتحاد عنده مشروع الحقيقه مع الراجل مصلحي ومجلس ادارته. صحيح. وطلعت عشان كده طلعت يوسف طبعا، والاعلام لا تعرف، مدرب عظيم. لما كمان رفعوا الحافز مع قطاع الناشئين وجاب له واحد يعني خبير الحقيقه وبدا يفتح ده امام محمدين. الحقيقه اوعى حد يغر مستوى الاتحاد في الماتشات اللي فاتت، لانه اداره الاتحاد تشبه اداره النادي الاهلي، مش بتاعه صراخ وعويل. اشتغلت رغم ان لعبوا ثلاث اسابيع الساعه 3:30، ودي برضه حاجه غريبه من الساده في اللجنه يعني، لكن الضغوط عليهم كتيره. انما في يوم البطل مهما كان تقدير الاسكندريه نجوم وانديه والاتحاد في القلب منها طبعا، لكن هو يوم بيلعب مع البطل، فريق مش هين بناه طلعت كويس، فرق معاه الحاجات دي. فاوعى يكون نجوم الاهلي، واعتقد ان هم طبعا اكثر احترافيه وواعيين لده، يكونوا فاهمين انه الاتحاد وقع منه بنات كتيره نتاج بعض الظروف، منها مستر لاكي او السيد حظ يعني، وده طبيعي جدا، وبالتالي هي مباراه جديره بالمشاهده من كلا الفريقين يعني. صح. طيب كابتن لازم هسألك بقى، لو هنقفل صفحة الدوري شوية وندخل في أفريقيا، إيه الغرض من تسريب بعض الأخبار من الصحافة المغربية عن تعيين الحكم جاسامة بكاري جاسامة حكم لمباراة الأهلي والوداد في نص نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ الأشقاء بيلعبوا معنا لعبة لطيفة قوي على مستوى العوالم الافتراضية يعني الجمهور، وعلى مستوى الأداء المهني، والأستاذ جمال يعني أخويا الكبير ويعني راجل قد الدنيا في المهنة، وبالتالي هي لعبة مستمرة. احنا لازم نبقى حذرين، اولا ما نزعلهمش بعد ما خرج النادي الاهلي وقال، وده في اتصالات كمان مباشره يعني من السيد رئيس النادي من نجوم في الفريق، انه صحه اشقائنا المغاربه وقرار الدوله المغربيه باغلاق وكذا هو الاجدى بان نحترمه يعني. صحيح فيها افاده ان نجومنا ترجع وكذا، انما في الاخر بقى يهمنا مصلحه هيتم هذا التسريب ليه؟ لا يمكن الكاف برضه للامانه عشان جمهور الاهلي يبقى فاطم ما يروحش يقول من بدري والكاف ضدنا وكذا، مهما كان الاهلي عمره ما شاف مين ضده، لانه في الملعب في 90 دقيقه يحملوا كل الاهداف اللي تتلغي ويجي غيرها. هكذا كان الكابتن صالح سليم المايسترو رحمه الله بيؤكد ده، وطبعا كان جنبه الكابتن حسن والكابتن خطيب، يعني هذا المثلث هكذا
تربى في النادي الاهلي وهكذا، بس نفس الروح. وبالتالي يعني اقول لحضرتك لو اتقال وده مستحيل يتقال، واستاذ جمال يعني شاهدي اهو، انه واحد يشكو ان في بلن ما اتحسبش، هيتقال له فين بقيه البلينات، في جون ما اتحسبش فين بقيه الاجوال. وبالتالي لا يمكن للكاف ان يعين هذا الجسامه او اي جسامه تاني اولا قبلها بشهر. ثالثا الاهلي يستطيع بمستواه ان يسكت صافره جسامه نهائيا، وان يروت حتى الفار نفسه، وان الفار يلعب في قلب الحكم مش في ملعب النادي الاهلي. وبالتالي هي اشياء احترافيه بيجدها زمايلنا المغاربه يبث مبكرا فيقطع، لان هو الوقت الجمهور بقى نال مين نال اعجابه النادي الاهلي، فهو عاوز يحمس جمهوره شويه، وعايز كمان هنا يعني قياسا بقى على اللقطات برده كانت بتيجي يقول لك وبعده الراجل ان هيدوله البطوله دي، لا، البطوله في الملعب، والاهلي كفيل بانه يعني كفارس احمر بقى المره دي الاميره السمراء دي تخضع لخطبته يعني. وبالتالي هي مقصوده بتسريبات، لكن ما حدش لا يكبرها ولا تبقى داخله في خناقة من غير تمن ولا سبب، وتضيع حاجة حلوة مصر بتعملها دايما وفي المقدمة النادي الأهلي من الاهتمام بالعلاقات بين الأشقاء. أكيد يا أستاذ عصام. أستاذ جمال خليني برضو أسألك، يعني كان فيه هجوم كتير على النادي الأهلي بعد ما صوت على تأجيل مباريات أفريقيا، تفسر الهجوم ده بإيه؟ والله أنا بفسره أنه هو طبعا كلام ليس في صلب الموضوع. أولا النادي الاهلي لم يوافق الا بعد ما تاكد ان هناك مشكله فعلا في انتشار فيروس كورونا او عودته مجددا، وان هو بيأثر على فرقه الوداد، فكان موقف طبيعي جدا. وانا مش شايف بينه وبين مباراه المصري، خلي بالك عشان دي نقطه طبعا الخبساء يربطون بين الموقفين، علما بانه الاتحاد المصري اتحاد اللجنة الخماسية لم تقرر أو تأخذ رأي النادي الأهلي في التأجيل أو عدم التأجيل. صح. الاتحاد الأفريقي كان واخد تقريبا القرار، بس النادي الأهلي أبدأ حسن نيته أنه لا يمكن إحنا هنستغل، أو النادي الأهلي باعتباره ممثل مصر مش هيستغل ظروف بيمر بيها نادي الوداد عشان ينتهز الفرصة، خاصة طب ما في الزمالك معفوا يعني، ما هو رفض أعلن رفضه للتأجيل، هل استجاب الاتحاد الأفريقي؟ يبقى إذن القرار ده يدل على إيه حضرتك؟ على إنه القرار كان متاخد فعلا، يعني هو كان مجرد كمان استطلاع. أغلب الأندية صوتت للتأجيل. أيوة، وبعدين البطولة هو ما كانش تصويت برضو بالمعنى المفهوم، هو مجرد استطلاع. أستاذ عصام، القرار ده لما اتاخد قرار ان الدور قبل النهائي كله يتلعب وبعدين اتاجل شهر، وقبل كده لما اتاجل صحيح، هل اخذ راي الانديه؟ لا ابدا، لانه الاتحاد الافريقي ايضا يتابع اكتر مننا، والاتحاد الافريقي ما لغى بطوله الامم الافريقيه بسبب الكورونا، هو شايف انه الظروف لا تسمح، فبالتالي ليس من الذكاء ولا الكياسة ولا اللياقة حتى ان انا ارفض وانا عارف ان الاتحاد واخد القرار. وبعدين كونه ان التأجيل في مصلحة الاهلي، ايه المانع؟ طب وايه المانع؟ كل فريق يبص للمصلحة. لا طب لو ما كانش تأجل الاهلي كان هيلعب ولا لا؟ هيلعب. مستعد انه فريق الوداد بكامل قوته. انا بس برد على بعض النقاط اللي هي بيقول لك ايه، اصله عشان الاهلي لقى ان الظروف عنده لعيبة مصابين وفي غيابات فوافق. طب ما كان يقدر يعمل كده في مباراه المصري ده لو الحسبه كده. بالعكس، انا احب اسمع راي حضرتك، لانه برضو احد مسؤولي نادي الزمالك قال طب انت ليه عايز تاجل لما انت كنت مصمم ان الدوري يكمل؟ ما انا بقول لحضرتك، لو المساله عند الاهلي بعض النقاهه، فكان افضل له اصلا انه يلعب والناس يعني قاعده 14 يوم على الاقل، سته من نجوم الوداد بعد ما يتدربوا هيبقوا لسه بره الفورمه. لكن الحكايه انه دي اتحادات، حتى باللجنه بكل من يعني نراه من نقد يعني، ونتمنى ان هم يعني يعملوا بقى الافضل عشان نقول لهم شكرا. الاتحاد الافريقي ايضا ما طرحش امر للتصويت، بل على العكس
في حاجة مهمة جدا، الدولة المغربية أعلنت تاني عودة الغلق الساعة 3 أعتقد للمحلات والساعة 5 للمواصلات العامة، وأغلق المطار، واعتبرت الدار البيضاء ب 3200 حالة عندها مشكلة الدار البيضاء. وبالتالي أي رد ممكن يتقال غير ما دام الأمر كذا، ولأن الأهلي لا يفرط في حقوقه كان عايز المستند اللي بتقدمه الجامعة اللي هي الاتحاد المغربي للكاف مسؤول التنظيم، ومن ثم هو يقرأ على الأهلي والزمالك وباقي الأندية وحورية الغيني حقوقهم في أن عندنا كذا، لما يبقاش الكلام أخذ وعطى وخلاص اللي هو فكرة إيه تيجوا تأجلوا، لا الموضوع مش كده خالص. وبالتالي الأهلي فقط رأى ومن حسن الطالع وحسن الإدارة أن يعلن أنه كمان ارتقى في التأجيل إفادة للكل، زي ما ده يشفى، زي ما هو موقف كله صح مصري تجاه المغرب، زي ما هو موقف أهلاوي تجاه الوداد، زي ما أيضا عندي لعيبة قد تعود من نقاها خلاص. ونفس الفايدة سيحصل يعني. نفس الفايدة سيحصل عليها طرف المباراة الثانية اللي هي الرجاء والزمالك بالظبط. يعني هنا ما فيهاش ظلم لحد طالما يمكن احنا اتفقنا ان التأجيل في صالح الاهلي او في صالح ممكن كل الفرق، هو صار انه في صالح الجميع كده يبقى في صالح كله. عايز اسال حضراتكم نفس السؤال، انه استاذ جمال فرص الاهلي قدام الوداد، شايف فرص فوز الاهلي؟ بصي اولا مساله التوقع مش توقع طبعا، لكن نقدر نقول انه الكفه متقاربه، يعني مش هقدر اقول ان الوداد فرصه أضعف من فرص الأهلي. أنا بقول أنه السيطرة على الأعصاب والهدوء والبعد بقى عن كل الشائعات اللي بتنتشر قبل المباريات اللي هي الحكم لا ده أجله لا ده عمله، كل المفروض أنه يبقى فيه تركيز تام في المباراة القادمة، لأن هي اللي هتكون إن شاء الله مفتاح التأهل إلى الدور النهائي بإذن الله. طب إن شاء الله أستاذ عصام هنحسم بكرة الدوري، هل شايف باقي المباريات هتكون بالنسبة لفايلر تجهيز بقى لأفريقيا؟ تجهيز، لكن الناس برضو لازم تبقى واعية للشكل الاحترافي في الأداء، ما فيش حاجة اسمها يروح مريح تيم كله وملاعب تيم كله طبعاً. هيحافظ على قوام الفريق وهيعمل روتيشن بالسولية ديانج مثلاً لديفندرين، فده يلعب ده يريح صح. وبالتالي يدفع بديفندر ثالث ياخد نفس المباريات. لكن في قسمة من له الأفضلية أربع أندية كبرى في السيمي فاينل 25% وهم داخلين مع كل حد فيهم، إنما في أفضلية للأهلي أن مباراة الذهاب خارج ملعبه ثم مباراة العودة في ملعبه. هنا ممكن تروح رايحة من بقى 25-25 لأن في ماتش تاني ب 25-25 يبقى 50-50. الأهلي إذا استطاع، وهي يعني ليست بالمهمة الصعبة مش المستحيلة، إذا استطاع العودة من المغرب مؤمن نتيجة يستطيع هنا أنه يمتلك 60% من أسهم رضا الأميرة السمراء بإذن الله البطولة لنا. كلمة أخيرة أستاذ عصام للأهلي بمناسبة بإذن الله حسم لقب الدوري بكرة. لا أنا شايف أنه حق الجمهور اللي تحمل أكتر من الإدارة واللاعبين وكل العاملين في منظومة النادي الأهلي الكثير والكثير من اللي حضرتك وصفتيه، يعني بهذا يعني الكم من الشائعات أنا بسميه تخاذل من بعض الإعلام لأنه ما كان يجب، لأنه يا أخي يعني زبونك هو الأكثر تواجد، هو الزبون الأحمر الأهلاوي اللي دخوله عندك له مقاييسه في الإعلان والإعلام وكل الأشياء. أنا بقول لهم إنه النادي الأهلي قادر يفرحكم وبيقدم لكم بقى نسخة بعرق الجميع، بعرق النجوم مسمى إن شاء الله بنجم في الإنسانية اسمه مؤمن، هو درع الـ 74 نقطة وتكريم الشهداء، يعني ما أجمل هذا الدرع، مبروك على الأهلوية. تمام، كلمة أخيرة أستاذ جمال سريعا جدا بقول إن شاء الله ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي وللنادي الأهلي على الدرع الأصعب، رغم المؤامرات، رغم محاولات خطف اللاعبين، رغم محاولات التشكيك، كل ده أنا بقول إن النادي الأهلي رد عليه في الملعب، والرد في الملعب أبرك بكتير أكيد من الدخول في المهاترات. أكيد، بشكر حضرتك جدا أستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير، وبشكر حضرتك أستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير، وبشكر حضراتكم كمان على المتابعة، استنونا في حلقة جديدة بكرة من برنامج السادسة.